شيخ عبد الله رشدي. شيخ عبد الله رشدي. راجل ظريف والله وحياه ربنا، يعني راجل ظريف. عارفه ال ما انا ما اعرفش التعبير ده يبقى مناسب ولا، بس انا بتخيل عبد الله رشدي واقف بعربيه الدين في الشارع، يعني عارفه ايه؟ والله واخده تجاره، واقف بعربيه الدين، واخده بالك من الحكايه؟ بس هل تعلم ان الشيخ عبد الله رشدي عنده شعبيه كبيره على السوشيال ميديا، وعنده يعني في ناس بتتابعه كتير؟ اقول لك على حاجه يا اميره، راحوا للعقاد فقالوا له احنا بنقول لشكوكو انت اهم ولا العقاد؟ فقال لهم ببساطه انا هنقف في الشارع احنا الاثنين كل واحد على رصيف، وشوفوا الناس في الشارع هتيجي تتكلم معايا انا وتسلم عليا ولا تسلم على العقاد؟ كويس؟ فهيجوا يسلموا عليا انا، فانا اهم من العقاد. فالعقد قال لهم والله بسيطة، احنا انا هقف على رصيف وشكوك هيقف على رصيف ونجيب رقاصة في النص، فالناس هتروح للرقاصة. الشعبية مش بالضرورة بتؤكد انه الشخص ده كويس. يعني في هنا خلل احنا عندنا، يقول لك ايه مثلا محققه، يقول لك ده الفيديوهات دي محققه ملايين. بس الشيخ عبد الله رشدي في ناس بتشوفه ان هو صاحب علم، عنده حجه، متحدث لبق، دول حفاظ ذكي، دول حفاظ ونقاد، واخد بالك؟ دول حفاظ ونقاد، ودي بسيطه جدا. ممكن انت تبقى راجل موهوب في الحفظ والنقل وفي ترتيب الكلام وفي تنميقه، لكن هل انت عالم تقدر تفيد المجتمع بعلمك؟ لا ما تقدرش. فهو الراجل عنده موهبة طبعا، قادر يأثر في شباب كتير طبعا، عنده أتباع بالملايين طبعا، ولا يقبلوا فيه شيء على الإطلاق. لكن هل هذه الشعبية بتعكس انه هو عالم حقيقي؟ ما اعتقدش. هو زي ما بقولك، ما هو أو من الغباء احيانا انه الواحد يصف يقولك لا 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 ما بفهموش. لا بفهموا وبيعرفوا يوصلوا للناس وبيأثروا في الناس، بدليل انه الازهر في فتره من الفترات كان عايز ينتج دعاه عصريين على طريقه عمرو خالد ومصطفى حسني وبتاع، وطلع وما نجحوش. ماشي، يعني كان في فكره في الازهر ان احنا نطلع شباب كده لطيف ببنطلون وتيشيرت وحاجات ويطلعوا يقولوا وبتاع، ما نجحوش. خلاص ليه؟ لان في موهبه كبيره جدا. عمرو خالد راح فين؟ عمرو خالد شغال زي الفل. فين شغال؟ في المجتمع. في المجتمع. شغال في المجتمع. يعني ايه شغال في المجتمع؟ مش شغال في المجتمع. يعني ايه شغال في المجتمع؟ هقول لك في ظاهره بدأ، يعني شغال في المجتمع تقصد سوشيال ميديا ولا شغال ظاهرة في المجتمع؟ لا على الارض. في ظاهره دلوقتي هتنفجر في وشنا بعد شويه، وانا بقول الكلام انا مسؤول عنه، اللي هو ايه؟ التدين الكومباوند يعني. عارفه انت الحكايه دي؟ بس انا هقول لك حاجه بقى. ده في حفلات لا 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 انا هقول لك حاجه بقى عشان انت انا باون. هقول لك حاجه بقى صح؟ هقول لك عشان انت في كومباوند؟ بجد متابع كل حاجه. اي طب ما انا بقول في يعني دي هتنفجر في وشنا، وانا بقول لك والله. طب ليه هتنفجر في وشنا؟ هو فعلا ده بيحصل. ايوه، لا انت بتلاقي اللي هو ايه تجمعات وبيعملوا دروز. لا عارفه انت بس ده هينفجر في وشنا. عارفه ليه؟ لا عارفه انت زي ما بيعملوا، كانت ست سعاد حسني لما عملت جلابيه بارتي، ففي الوقت صاله بارتي. طب وانت ليه شايف ان ده هينفجر في وشنا؟ ليه شايفه حاجه سلبيه؟ لانه هو بيبقى نمط تدين. خلي بالك هقول لك ازاي. في تجارب قبل كده حصلت وما كانش اثرها اثر طيب، واخد بالك؟ وانا بعتقد انه الدين عشان يبقى قوه دافعه للمجتمع بشكل كبير، لازم هذا الدين يتصالح مع الناس ومع الافكار الحديثه ومع المشايخ اللي بيقعدوا بقى في الحاجات بتاعه الكومباوند دي. هو ما فيش حد بيحرض على التفكير على الاطلاق، دي حاجات رقائق كده. هقول لك دعايه شهير والله العظيم، مره كلمني فقال لي ايه؟ قال لي يا محمد انت عارف انا شغال ايه؟ والله راجل صاحبي على فكره احنا مشكله. لا 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 والله لقاءاتنا مشكله والله. هقول لك فقال لي انا عايز اقول لك حقيقة. انا عايز اسالك، كان زعلان جدا والله العظيم. انا من 20 سنه ولا حاجه. فقال لي انا زعلان جدا. انا وانا بشتغل ايه يا محمد؟
قلت له بتشتغل داعيه يعني واعظ وبتاع؟ قال لي لا لا محمد انا بشتغل غساله. فقلت له ده معروف؟ قلت له ايه اللي غساله؟ معروف جدا. قلت له غساله يعني ايه؟ قال لي انا بقعد اجي كل اسبوع كده مرتين ولا حاجه فيجي لي ناس يعني بص مرتكبين ما لا تتخيلوا من الموبقات، فيجوا اعمل لهم درس وعيطوا شويه وبتاع، فانا بغسل لهم ذنوبهم، فانا غساله. الدين الحقيقه احنا يعني انا طب انا طب المسيحيين بيروحوا الكنيسه وبيعترفوا. انت بتعملي مقاربه غريبه، انا بقول لك حاله الراجل اهو هو شاف نفسه كده، انت بتعملي مقاربه غريبه. هي الفكره بس انه اللي حاصل في بصي اللي حاصل في البيوت اللي حاصل في البيوت ايوه اللي حاصل في البيوت اللي حاصل في البيوت واللي حاصل في القصور اللي بتحصل والمجتمع الراقي في مصر جدا ده بيحصل رده بعد شويه. الناس اللي اتحجبوا ايام عمرو خالد قلعوا تمام يعني الفنانات اللي اتحجبوا فنانات ففي في طول الوقت طول الوقت لان هو ما بيقدمش طرح حقيقي لمساله الدين يبقى هو ده اعتراضك. ايوه ما بيقدمش طرح حقيقي انا رايح تمام ما انا اصلي في بيتي واصلي مع ربنا وابقى بعيط مع قدام ربنا. انا مره جيت ايام يعني لما كنت بقول الدروس والحاجات كده فجيت فكره قلت يا جماعه خطبه في الجامع في الدروس في رمضان فكانوا بيقعدوا يدعو يقول لك ايه ودعاء ايه وعيط يعني بتاع اللهم اهلك اليهود باليهود واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. فانا كنت بقول لهم يا جماعه في حاجه اسمها الاعتداء على الله في الدعاء كويس يعني اللي هو يعني طب وانت هتعمل ايه؟ يعني انت لما تقف تقول اللهم اهلك اليهود باليهود حلو واخرجنا من بينهم سالمين غانمين ده اعتداء ده اعتداء انت عارف يفكرك بالنكته اللي هو الراجل اللي قاعد 20 سنه يدعي ربنا انه يرزقه بالذريه الصالحه 20 سنه وما فيش فنزل الملاك في الاخر قال له اتجوز يا اخي يعني اتجوز ففي حتى اصول ايوه اصول للدعاء